نروح لنادي الزمالك ومباراة القمة. خلاص مباراة القمة، خلاص احنا في الامطار الاخيرة خلاص قبل المباراة المهمة جدا امام النادي الاهلي، واللي اكيد نتيجتها هتكون مؤثرة في سباق المنافسة على بطولة الدوري. بقول مؤثرة وليست حاسمة. ليه؟ مؤثرة لان هي هتقرب اللي هيكسب بشكل كبير، هتدي له دوافع، هتدي له حاجات كتير جدا، هتخليه يعد بنقط. ولكن مش حاسمة ليه؟ لان لسه في ماتشات كتير جدا، فما ينفعش تخسر مباراة او ايا كانت نتيجتها تخسر المباراة دي لا قدر الله، فخلاص ترمي بقى الفوطة زي ما بيتقال وترفع الراية وشكرا انا خلاص خسرت فاللي جاي تحصيل حاصل. لا، المباريات اللي جاية اللي بعد مباريات القمة ومباراة القمة نفسها طبعا دي بطولة لوحدها، دي هتبقى حاسمة وماتشات كؤوس. لازم اللعيبة تنزل الملعب، انا هكسب المباراة دي ايا كانت المباراة دي مع مين. وافتكر ان مستر فريرا برضو في الفترة اللي فاتت نجح ان هو يستغل فترة التوقف الدولي، شفنا طبعا ايجابيات كتير جدا في ماتشات الكاس، شفنا قدام اسوان وبعده امام الداخلية، شفنا امام الداخلية لعيبة كتير جدا فترة التوقف الدولي دي افرزتها للفريق الاول لنادي الزمالك. وبرغم غيابات كتير جدا وصلنا بشكل جيد لتوليفة جيدة من اللاعبين، حتى لو فيهم لاعبين ناشئين قادرين يقفوا على رجليهم، قادرين يصنعوا الفارق. شفنا سيف فاروق جعفر وهو اللي صنع الفارق في مباراة الداخلية، لولا هدف سيف جعفر كانت المباراة هتنتهي بفوز الداخلية. لكن برضو دي حاجة من إيجابيات فترة التوقف الدولي والإيجابيات اللي طلع بيها فيريرا مع الفريق ومع عودة كمان اللعيبة الدوليين. إن شاء الله الأمور هتكون أفضل بشكل أكبر خصوصا مع عودة الدوليين من منتخب مصر. الأنباء اللي جاية من ميت عقبة بتقول إن فريق الكرة جاهز بشكل كبير جدا للمباراة، مجلس إدارة النادي مش بيتأخر عليهم في أي حاجة وفي ظهرهم وبيدعمهم وبيدعم الجهاز الفني. وزي ما بيتقال في مرات كتير جدا من إدارة نادي الزمالك، أنت اكسب ماتش مهم زي ده كده، ماتش فاصل، اكسب بطولة. ودايما اللعيبة بتشوف من الإدارة اللي بتحلم بيه زي ما بيتقال. هيكون لينا إن شاء الله كلام مفصل أكتر عن ماتش القمة في فقرة اقرأ الخبر، وكمان قبل المباراة بكرة ويوم السبت كمان والحد. بس خلينا كده كل يوم نطلق شعار غير اللي قبله عشان نحفز اللعيبة بتاعتنا، نحفز نفسنا، نحفز الجماهير بشكل أكبر. النهاردة هنقول إن شاء الله الزمالك يقدر على أي حاجة في الدنيا، الزمالك بمن حضر. قلنا الزمالك أو القمة زملكاوية بإذن الله، شعارات كتير جدا إن شاء الله نرددها كده لحد يوم ماتش القمة.